دائما في نطاق الدخول المدرسة الجديد وسنة دراسية جديدة موفقة للجميع إن شاء الله. واحد الحاجة مهمة ونقطة مهمة اللي غنوقف عليها اليوم هي الاحترام. الاحترام ديال وليداتنا اللي خاصنا نعلمه لهم بالنسبة للمدرسة بصفة عامة، بالنسبة للمعلم ديالهم، الأستاذ ديالهم، بالنسبة للفصل وكل اللي كيدور أي حاجة كتدور في الفصل. إذا نعلم وليداتنا القاعدة ديال الاحترام، لأن علاش هي الأساس ديال الحياة بجماعة.